مباراة في الكونغو على بطولة الدوري العام بين مازيمبي وفيتا كلوب. مازيمبي وفيتا كلوب الفرقتين موجودين في مجموعة نادي الزمالك في بطولة الأبطال، دوري الأبطال الإفريقي. حصلت مأساة مروعة النهاردة في هذه المباراة، ووصل أمر أنه 15 واحد ماتوا و21 مصاب، بينهم 7 في حالة خطيرة. وادي الصور قدام حضراتكم والمأساة اللي حصلت في ملعب مازيمبي. ما هو الموقف بالنسبة لنادي الزمالك؟ وهل نادي الزمالك هيروح في ظل هذه المأساة المروعة؟ وهل الاتحاد الافريقي هيتفرج علينا لغاية لما شبابنا يروح وتحصل مأساة زي دي؟ الأستاذ أحمد مرتضى منصور، مساء الأنوار يا أستاذ أحمد. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. يعني ازيك يا أستاذ أحمد؟ اهلا اهلا استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ بالتوفيق ان شاء الله يا استاذ احمد. ربنا، انا جايب لكم لقطات حصريه على الشاشه الان للقطات مباراه مازيمبي وفيتا كلوب والمأساه المروعه. هتعملوا ايه يا احمد بيه في الموضوع ده؟ يعني احنا تشاورنا مع مجلس الاداره وقررنا ان شاء الله الصبح هنبعت مذكره للاتحاد الافريقي وهنخطر بيها الاتحاد المصري والفيفا بتحمل ان الاتحاد الافريقي يبحث المساله الامنيه هناك ويتحمل هو مسؤوليه تامين فرقه نادي الزمالك، لان زي ما حضرتك شايف ويمكن دي مش اول مره، يعني السنه اللي فاتت حصلت احداث برضه خاصه بنادي الزمالك في نفس النادي. فاحنا دلوقتي هنطلب من الاتحاد الافريقي يعني يشوف بقى اللوائح بتسمح له بايه، ينقل المباراه خارج الكونغو، يبقى يعني هنشوف لسه التامين هيبقى ازاي، لان كده بالوضع اللي احنا شايفينه ده طبعا اللعيبه هتلعب ازاي في الاجواء دي يا احمد بيه؟ بالظبط، وخصوصا ان هناك في الـ في الـ في الـ يعني الزمالك لعب قبل كده والجمهور هناك مش جمهور سهل. دايما بيلجا للشغب وللامل العنف، فاحنا طبعا بنخطر الاتحاد الافريقي عشان هو يتصرف، لان في اقرب دوله فيها تامين ده لابد يعني ده لابد بالزبط. ده انت حضرتك تطلب منه بعد اذنك في المذكره هتتبيع بكره تقول له يبعت لك تعهد من رئيس الدوله، برئيس الدوله مش الاتحاد الافريقي هو اللي يضمن لك، لا ده زي ما كانوا بيعملوا معانا ان هو بيطلب تامين، بيطلب رسمي من الدوله ان هي تبعت خطاب رسمي ان هي مسؤوله كذا وكذا وكذا، لان الامر ده لا يستهان به احمد بيه اللي احنا شايفينه قدامنا ده. بالظبط، واحنا برضو حضرتك احنا هنخطر وزاره الخارجيه بالمذكره دي عشان هي برضو تشوف شغلها الخاص بمحاضره وزاره الخارجيه في الكونغو والدوله وجمهوريه الكونغو. بالظبط كده، بالظبط كده. بالزبط. يعني احنا هنتابع، يعني احنا خدنا الموقف ده سريعا بمجرد انتهاء الاحداث، كانت واخدين القرار والمذكره هتتبعت الصبح ان شاء الله. طيب واحنا هنتابع معاكم يا احمد بيه، هنتابع معاكم الامر ده بقوه. يعني اشكرك. يعني خلينا اقول يا جماعه، بكلم هنا الاتحاد الافريقي ومسؤولين مصريين موجودين كتير جدا جدا جدا، ما ينفعش على الاطلاق ان النهارده تحصل